نبات الجود. نمرة واحد الحرارة، الجود كمحصول صيفي بيحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة. بالنسبة للضوء كمحصول صيفي أيضا بيحتاج إلى شدة إضاءة عالية ونهار قصير لدفع النبات للتزهير. أما فيما يخص الأرض الملائمة فبيحتاج الجود إلى أرض جيدة في الخصوبة بتاعتها، خالية من الأملاح، سهلة في الري والصرف، وما بينجحش نبات الجود في الأراضي الطينية الثقيلة لأنها سيئة الصرف وسيئة التهوية وفقيرة في المادة العضوية. ميعاد الزراعة، العنوان الثاني اللي احنا بنتكلم فيه، الجود كمحصول صيفي أنسب ميعاد زراعة له هو خلال شهر مايو لحد نص شهر يونيو، يعني من 1/5 لحد 15/6، ويفضل التبكير في ميعاد الزراعة في داخل هذا الرينج اللي احنا حددناه. فيما يخص كمية التقاوي، هي عامة كمية التقاوي بتتوقف على طريقة الزراعة وعلى الغرض من الزراعة. فبالنسبة لطريقة الزراعة احنا عندنا طريقتين اتنين للزراعة. طريقة الزراعة الأولى اللي هي طريقة الزراعة عن طريق نسر البذور في الأحواض، أو طريقة الزراعة البدار، اللي هي بتاخد خطوات محددة: إجراء عملية الحرد، ثم التسحيف، ثم تقسيم الأرض إلى أحواض. مساحة الحوض بيكون 2 متر في 2 متر، ثم نقوم بعملية بدار التقاوي، ثم تغطية التقاوي اللي بتسمى بعملية الجربعة أو تجربع التقاوي، ثم إجراء عملية الري. يبقى الزراعة هنا بتسمى الزراعة بطريقة البدار ثم إجراء عملية الري. كمية التقاوي في هذه الحالة بتكون حوالي 6 كيلو جرام للفدان. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الزراعة العفير على خطوط، ودي بتاخد عدة خطوات: الحرد، ثم التسحيف، ثم تخطيط الأرض بمعدل 13-14 خط في الأصابتين، ثم الزراعة في جور على مسافة 25 سنتي بين الجورة والأخرى. في هذه الحالة بتحتاج إلى كمية تقاوي 4 كيلو جرام، وزي ما احنا عارفين إن الزراعة على خطوط بتحتاج إلى كمية تقاوي أقل من الزراعة بطريقة النصر، بتبقى أكثر تحكم وبنضبط فيها مسافة الزراعة، فبتحتاج إلى 4 كيلو جرام، بينما الزراعة بطريقة البدار بتحتاج إلى 6 كيلو جرام. عمليات الخدمة بعد الزراعة بتشمل عدة مراحل. إذا كنا زارعين بطريقة النسر فما بنجريش عملية الخف، بينما إذا كان الزراعة بطريقة الزراعة على خطوط فبتخف النباتات على نباتين في الجورة، بيبقى على عمر حوالي شهر من الزراعة. التسميد، الجود بيسمد بتسميد أزوتي بمعدل حوالي 30-40 كيلو جرام أزوتي للفدان، يتم إضافة السماد بعد إجراء عملية الخف. الري، الجود كمحصول صيفي بيتروي بانتظام على فترات. طبعا المسافة بين الرية والأخرى مرتبطة أساسا زي أي محصول بالظروف الجوية، درجات الحرارة، وبنوع التربة، فهو بيتروي كل 10-15 يوم على حسب درجة حرارة الجو ونوع التربة. وضع طبيعي أن في الأراضي الخفيفة بتقصر أو بتقل المسافة بين الريات، وكذلك في حالة ارتفاع درجات الحرارة. عملية الحصاد، بيتم تقطيع نباتات الجود بعد اكتمال النمو وبداية تكوين الأزهار، وقبل ما يوصل النبات لمرحلة نضج الثمار، لأن لو تأخرنا في عملية الحصاد لهذه المرحلة هتكون السيقان جفت، وبالتالي تتلجنن الألياف، ألا هيترسب على الألياف مادة اللجنين اللي هتعوق عملية أو هتسبب صعوبة في فصل الألياف وهتخفض من جودة أو رتبة الألياف. ودي نقطة مهمة يجب مراعاتها في محاصيل الألياف اللحائية، هي الحصاد عند مرحلة النضج المناسبة وعدم تأخير الحصاد. بالنسبة لخطوات إعداد المحصول، أول خطوة بالنسبة لي بعد عملية التقطيع وتربية النباتات في حزم هي إجراء عملية نمرة واحد التعطين.
يتم تعطين حزم نباتات الجود بوضعها في المياه لمدة حوالي أسبوعين، تقل شوية إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة، تزيد شوية إذا كانت درجات الحرارة منخفضة، لكن في المتوسط حوالي أسبوعين. بعد عملية التعطين يجرى تنشير حزم النباتات التي تم إجراء عملية تعطين لها فيما يسمى بعملية التجفيف. بعد عملية التجفيف يتم تأشير طبقة القلف للحصول أو استخلاص الألياف، يعني ثلاث مراحل رئيسية. بالنسبة للإنتاجية بيعطي الجود في المتوسط حوالي 10 طن، خلي بالك من التمييز، سيقان خضراء. بيعطي الفدان في المتوسط حوالي 10 طن سيقان خضراء. بعد عملية التعطين والتجفيف بتعطي صافي حوالي 2.5 طن سيقان جافة. بنفصل الألياف أو بنعمل عملية تأشير للألياف، بتديني حوالي 1 طن في الظروف المصرية لو زرع في مصر، بتديني حوالي 1 طن، بينما السيقان الجافة بعد فصل الألياف بتبقى حوالي 1.5 طن. ويعطي الفدان في المتوسط حوالي 1.5 أرداب ببذرة، ووزن الأرداب 120 كيلو جرام. وبكده نكون خلصنا أو انتهينا من النقاط الرئيسية باختصار شديد جدا عشان عنصر الوقت لمحصول الجود.